كيف تتخلص من دهون البطن في أيام بلا حمية أو من تمارين؟ للتخلص من الكرش ابتعد عن هذه الأطعمة واستمع لهذه النصائح، وحتما ستشعر بالفرق بعد أيام معدودة. هناك أمور تلعب دورا في تكاثر الدهون خاصة في أسفل البطن، وهذه العوامل هي: أولا الأطعمة غير الصحية، ثانيا الإجهاد الذي نتعرض له في حياتنا اليومية، ثالثا عامل الهرمونات الذي يشرح ظاهرة التكرش خاصة لدى الرجال. تكمن خطورة هذه الدهون بغض النظر عن العامل الجمالي في أنها من أكثر الدهون خطورة، لكونها تتسبب في العديد من الأمراض. ونقدم هنا 5 أنواع من الأطعمة يجب الاستغناء عنها قبل كل شيء للتخلص من دهون البطن. العصائر والمشروبات. معلوم أن نسبة السكر في عصير الفواكه عالية جدا، ولهذا يفضل تناول العصائر الطبيعية بكميات محدودة جدا. الإشكالية هنا تكمن في أن الناس يعتقدون أن عصير الفاكهة هو المورد الطبيعي والأنسب لفيتامين سي لجسم الإنسان، لكن ما لا يعرفه الناس أنه عند عصر الفاكهة تفقد أنسجتها، كما تقول الدكتورة سارة بريفر لموقع فيت فور فان الألماني، مضيفة أنه فقط بتناول حبة الفاكهة كاملة يحصل الجسم على جميع المواد المفيدة، وبالتالي يفضل في وجبة الفطور تناول البرتقالة كاملة وليس عصرها. وإذا ما جئنا إلى المشروبات المحلى والمشروبات الغازية، عليك أن تتخذ قرارا جريئا بالابتعاد عنها مرة واحدة وإلى الأبد. رقائق البطاطس. رقائق البطاطس المقرمشة من الأطعمة غير الصحية على الإطلاق، وإليك السبب: إنها تحتوي على نسب عالية من الملح والدهون الحيوانية. اللحوم المصنعة، تناول النقانق واللحوم الحمراء بكثرة لابد له أن ينتهي بالسمنة واضطرابات صحية. وتقدم المتاجر الغذائية نوعية من اللحوم بدهون أقل وتسوقها على أساس أنها أفضل، لكن الدراسات الطبية تقول عكس ذلك، فهي تؤدي إلى نمو الدهون حول الأعضاء. ولهذا من الأفضل تناول السمك حتى ولو كان مليئا بالدهون كسمك السلمون، فالسمك الطازج غني بالأوميغا 3 الذي يساعد على الدورة الدموية ويحمي القلب. انتبه، دهون البطن التي تعرف بالكرش مشكلة صحية شائعة في الوقت الحاضر بسبب نمط الحياة الغير صحي الذي يتمثل في التغذية غير السليمة وقلة الحركة التي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. وتجتمع عادة الدهون عند الرجال على مستوى منطقة البطن لتأخذ شكلا دائريا، وفي الماضي كان الكرش رمزا للرخاء، ولكنه أصبح عبئا صحيا على التمثيل الغذائي وسببا رئيسيا لعدة أمراض. دعونا نتوقف عندما قاله اختصاصي التغذية العلاجية الألماني ماتياس ريدل، الذي قال إن دهون البطن لها أيض هائج، حيث إنه يفرز المئات من المواد الضارة التي تتسبب في حدوث عمليات التهابية. وأضاف أنه يمكن أن تنشأ تجمعات سامة في الكبد، وفي أسوأ الحالات قد يحدث فشل كبدي. وقال البروفيسور الألماني ماتياس بلوهر إنه عندما تكون دهون البطن مصحوبة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم ودهون الدم، يطلق الأطباء على هذه الحالة اسم متلازمة الأيض. وأضاف أن اجتماع 3 من هذه العوامل الأربعة يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة. من جهته يقول الطبيب الألماني المختص بأمراض الجهاز البولي والتناسلي أوليفر جرالا أن هناك علاقة بين زيادة الوزن والدهون على مستوى البطن عند الرجال وتراجع القدرة على الانتصاب وممارسة الجنس بشكل عام. فغالبا ترتبط زيادة الوزن بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون، وهذه الأمراض لها تأثير على المدى البعيد على الأوعية الدموية فتصبح جامدة ومسدودة. وفيما يتعلق بالقدرة الجنسية، فإن تصلب الشرايين يمنع وصول الدم الكافي في الأوعية الدموية المتصلة بالعضو الذكري،
وهذا يقلل من صلابة الانتصاب على حد تعبير الطبيب. وأما الخطر الأكبر حسب الخبير الألماني فيكمان في الكرش نفسه، لأن هرمونات دهون البطن تكون نشطة للغاية، وهو ما يقلل مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال، وبالتالي أيضا الرغبة الجنسية والقدرة على الانتصاب، وهو ما تؤكده دراسات لجامعة هارفارد. ويمكن معرفة إذا كانت دهون البطن خطيرة أم لا من خلال قياس محيط الخصر، وذلك بوضع شريط قياس على الوسط في المنطقة الواقعة بين الضلوع وعظام الحوض. ويصبح الأمر خطيرا إذا زاد حجم الخصر عن 102 سنتيمتر لدى الرجال و88 سنتيمتر لدى النساء. ابتعد عن المحظورات التي تحدثنا عنها في البداية، وعليك أن تركز جيدا على تجنب المشروبات المحلى والسكريات، وتناول البروتينات الصحية مثل البيض والأسماك والبقوليات والمكسرات، وزيادة الألياف الغذائية وهي مادة غير قابلة للهضم، لكن تناولها يساعد بنسبة كبيرة على إنقاص الوزن، إذ يزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة لأنها تتواجد في القناة الهضمية لوقت أطول، وبالتالي فإن وجودها في هذه المنطقة يبطئ من حركة الطعام في الجهاز الهضمي. وأخيراً، يمكن أن تتابع بعض التمارين الرياضية الخاصة بالتخلص من دهون البطن، وهذه التمارين التي سنراها الآن على الشاشة من أهم التمارين التي تخلصك من دهون البطن بسرعة وربما في أيام معدودة.